بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا كنحيي كافة الإخوان اللي حضروا معنا، كنحيي جميع الشباب الحزبية، تحية لكم القناعات المدنية. ولكن أنا من جيت لهذا الندوة جينا نتكلموا على العزوف السياسي، وإنما وقع شوية ديال المشادات المنازعات التي لا يجدوا منها ونحن في غنى عنها. بعد المغاربة خصنا نتكلموا عليها، فكفانا من تفريق المغالطات. أولا وأقولها بصوت عالي، أنا أفتخر بالمرجعية الإسلامية، أفتخر بها. مشاكل فليبحث عن مرجعية أخرى. أنا أحترم جميع المرجعيين في جميع الإيديولوجيات، ولكن خاصنا نناقشوا بما بيننا. فأنا نزلت أفتهم علاش كاين في بعض الأحزاب السياسية، كاين في بعض الأحزاب السياسية كنلاحظوا أن هناك ديمقراطية داخل الحزب. ما كانش ديمقراطية، لماذا؟ جميع القياديين ديال الأحزاب كما في بعض الأحزاب القياديين واش كنشوفوا؟ نفس العناصر، نفس الوجوه. ما كانش واحد، ما كيفرشوش الشباب واحد لأنهم هما الأساس ديال المجتمع، ما كنشوفوش الشباب، نفس الشيء كيطيح. أما بالنسبة للأخ اللي قال لك شبيبة العدالة والتنمية يخرج للشارع باش تهرس أشكال النضالية ديال باريزون حرب 20 فبراير ومشى في بركة، أسيدي على حقها. مشاو شباب ديالنا كانوا في حالة في 20 فبراير مناضلين وكيشهدوا كيعرفوا جميع كيعرف الشارع، ولكن شاف ما لقاوش حاجة ديال القضية ديالهم تما، وقعوا صراعة داخلية سحبوا. وهذا مش أنهم، هذه الديمقراطية. شكرا سي مولاي.